كشتة بر. اليوم رايحين مع الشباب بر الصبية، حبيت أوثق الرحلة هذه. طبعا بالطريق وقفنا عند جسر جابر في الجزيرة الشمالية، واتغدينا هناك المكان اللي تشوفونه قدامكم، مكان عائلي وفي مجموعة من المطاعم المتنوعة. بعد ما خذينا وجبة الغداء تاتش يلعب له، بيت أصور لكم مدينة الكويت من جسر جابر اللي تشوفونه، مدينة الكويت وفي برج الاتصالات مثل ما انتم شايفين، وأبراج الكويت في الصورة. بعدها حركنا حق مكان الكشتة اللي راح اليوم نكشت فيه مع الشباب. أول شيء بالكشتة اللي هو يتم مكان تحديد الكشتة، يعني أول ما نوصل نشوف لنا لازم المكان الزين اللي ما يكون فيه إزعاج، ما يكون فيه بقيات وأشياء مثل هذه. حاليا هذا الوضع شايفينه هناك، شو هذاك المكان راح يكون عند الجيبين، تبون رايكم؟ يلا بعدها نبدا ننزل عدة الكشتة من المفارش. وصلنا الحين لمرحلة ننزل الاغراض من السيارة. كشتتنا احلى كشتة، خالد
ليش خل المساند على وانيتك انت، خل هذا اللي تسندون على وانيتك كذي. عندك على القصار يجي مشعل، خل يا خيبه الاولى سيارة الخيمة الثانية. لا لا مو كذي، لا انا هذا ذكرت الفيو خلاص سلام. وسيوبنا هو دروعنا صنع باريس عوايد مصري قاعد بالعيش المصري. ايه ابو مرشاد كم شاري هذا احمد؟ منو؟ خالد شاري. عندك كل شيء كل شيء. دلا وحطها سيراميك. والله ولعت امي. مع الدلا مع الدلا. يمك نار خالد. بس هذه خالد. طبعا هني يعني صار الليل وشبينا الكشاف مثل ما انتم شايفين الإنارة. مع الخوال والأصدقاء شايفين الأجواء شلون، الهدوء في المكان. بعدها تحلى السوالف. طبعا لازم العرف يقول لك ان مجرد ما يصير الليل يبدون الشباب يسولفون عن الينانوة اللي هو الجن، صرقعونه في ليلتها. وبعدها بدينا الشوي العشاء. كان يوم ممتع ولطيف مع الشباب. وبعد ما ننهي الكشتة على خير لازم نحط ببالنا ان نشيل كل هذه الاغراض والمخلفات الموجودة في المكان حتى الكل يستمتع ويستفيد. تعال صحون بعدين. صينية هذه؟ ها؟ صينية يمك؟ ايه. هات خالد.